السفارة الأمريكية قبل أيام كنت قاعد أقرأ على السفارة الأمريكية، هل يعلم الشعب العراقي السفارة الأمريكية في العراق أكبر سفارة في العالم، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية 750 مليون دولار من 2005 بدأوا بإنشائها إلى 2009. صح، أكبر من دولة الفاتيكان، أكبر من دولة الفاتيكان، أكبر من ملعب كرة قدم. 82 مرة السفارة الأمريكية، 82 مرة أكبر من ملعب كرة القدم، سبع مرات أكبر من هيئة مقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سبع مرات أكبر من الأمم المتحدة، أربع مرات أكبر من الكونغرس الأمريكي. فإذا نحن لا نجامل، لسنا بحاجة إلى سفارة بهذا القدر التي تحتوي على 20,000 موظف، 28 عمارة بها، 28 عمارة هذه السفارة، لسنا بحاجة. لكن القوى السياسية مع كل الأسف تجامل الشعب العراقي وتجامل الولايات المتحدة الأمريكية وغير صادقة مع الشعب العراقي. علينا أن نعرف هل وجودهم قانوني أم غير قانوني. الآن إذا كان سابقا غير قانوني فالآن غير قانوني، إذا كان قانوني فالآن هم قانوني. لا، أنا أتكلم ضمن الإطار الدستور والقانون. في عام 2008 تم توقيع اتفاقية إطار استراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحدة. هذه الاتفاقية تؤكد وجود القوات الأمريكية. يا أخي أنتوا لا يمكن أن تعترضون خلف يعني بالواجهة، تعترضون وأمام الإعلام وعبر تويتر تعترضون على وجود القوات الأمريكية، وأنتم من صوتتم بوجود القوات الأمريكية، أنتم من صوتتم على اتفاقية إطار استراتيجي.